الـ approaches to marketing، شوفوا الـ recorded video اللي راح أنزله already على الـ all sections، يعني they will be discussed in details. okay، خلينا ننهي آخر سلايد باعتبار الـ conclusion already، يعني هي it's a conclusion for the whole lecture. اللي بدنا نحكي عن الـ problems associated with marketing pharmacy services، إنه أول إشي إنه الـ practice of pharmacy معظم الأحيان controlled by non-pharmacists، يعني شركات الأدوية، الشركات الكبرى ممكن تكون أصحابها مش pharmacists. ممكن إحنا سلاسل الصيدليات أو الصيدليات إتسترا ممنوع يفتحها إلا صيدلاني، لكن في بعض الدول بصير يفتحها مش صيدلاني، فممكن حتى كمان هاي الأشياء it's not controlled by pharmacist. حتى ال decision making process اللي في مواقع اتخاذ القرار ممكن ما يكونوا pharmacist. Also ال product orientation، هذا product orientation إحنا شوية إنه مش موجود عندنا، يعني إحنا هم بيحكوا عن الصيدليات الكبار عندهم برا مثل سي في اس والجرين رايت ايد اوتيفر، إنه أنت بس تدخل على الصيدلية اتس ريتيل بزنس موديل، عبارة عن إنك بتدخل بشوف رفوف عليها مواد تموينية، عليها مثلا بطاقات معايدة، بتلاقي فيها ثلاجات للدرينكس، بتلاقي كل إشي موجود بتلاقيه في الجروسري ستورز، بالإضافة بال the end of the pharmacy بتلاقي هناك الفارماسي. قبل ما توصلها بتلاقي الرفوف الـ OTC، كيف مثلا هلأ أنت لما بتدخل على سلاسل صيدليات لا الأشياء الـ OTC، الـ cosmetics، الـ diapers، الـ baby care، الـ whatever موجودة على رفوف أنت يو تيك، يعني أنت بتاخذهم وتروح على الكاش. نفس الإشي هناك، بس بالإضافة ضيف عليهم قبل ما توصل لهاي السكشن في عندك يعني سكشن كامل زي كأنك انت داخل على سوبر ماركت كبير. اوكي، فهاي الاشي انه خلى انه الافكتد الفارماسي سيرفيسز خلوا الناس يطلعوا ممكن عليها نظرة انه هم مش بروفيشنال اكتر من انه هم بزنس بيرسونز. اوكي، كمان الـ conflicting professional and merchant roles، هل أنا بدي أبيع وأربح ولا أكون professional أو أحيانا ما أبيع، أو إنه خلاص، يعني زي ما حدا كان امبارح سألني طالب جوز مش عندكم بمادة تانية، إنه أنت بدخل عندك مريض وبصير بده الدواء، أنت عارف إنه دواء مش فايده، بصير يحكي لك لا أنا بدي إياه، شو إلك دخل؟ فأنت هل أنا فعليا أبيع المريض ولا أنا أحكي له هذا الدواء غير مناسب لإلك؟ فأنت بتصير أنت عندك في حيرة من أمرك، شو التصرف الصح اللي لازم أعمله؟ أبيع ولا ما أعطي المريض الدواء لأنه مش بحاجة إله؟ هاي أو أحيانا بتحس إنه لما انت بتشتغل في صيدليه ويكون مثلا صاحب الصيدليه فوق راسك ويحكي لك ليش ما يعني مشيت المريض باي بديل بدال الدواء اللي في الوصفه، ليش خليته يطلع وهو مش صار في الوصفه؟ تحكي له هو في دواء مش موجود عندنا، بصير يحكي لك لا كان مشيته باي شيء. قلت له تحكي له ما انا حكيت له انه في بديل ورفض، قال له لا كان ما حكيت له في بديل وانه اعطيته الوصفه دون ما تحكي له في بديل. بتحس انه انت بدك تعمل واجبك الصح وانك تحكي مع المريض وتعطيه المعلومات الصحيحة، وبيجي حدا برشر عليك انه لا بيع. فكمان poorly defined public image of pharmacist، وهي الاشي احنا بنعاني منه، انه احنا الفارماسيست بتطلعوا علينا as sellers، يعني كتير بيحكوا لك بياعين وتصرفوا دواء، شو اكتر من هيك وظيفتكم؟ فلهيك انا حكيت لكم اهمية الماركتينج، انه احنا we market our value. يعني كم مرة رح تلاحظوا إنه بيجي لك ناس قرايب أهل إشي بيسألوا لك عن الأدوية وكيف يستخدم وإمتى أخده ولإيش هذا الدواء وهاي الحبة الدواء اللونها الفلانية شو هي. طب هاي المعلومات أنت لو إنك بياع دواء ما بتكون عارفها، يعني you are only seller كما بتعرفها. طب ما دام إنه بيحتاجوا هاي الخدمات منك we should highlight هاي الخدمات، يعني إنه أنا مش يعني أنت كمان عم تسألني كيف أستخدم وكيف أسوي وما عم تدفع لي، لانه لو انك انت بدك تروح على دكتور بدك تدفع له كشفيه عشان يجاوبك هاي الاسئله. ف we should highlight انه our يعني importance و our value، حتى الناس تبلش تتحسن الصوره عنه. وحتى يعني زي ما حكيت لكم نستخدم السوشيال ميديا بلاتفورمز، نستخدم الكوميونيكيشنز اللي موجوده عندنا available communication حتى نوصل للناس انه احنا مش
يعني يعني ناس عاديين. We are يعني we have a value, an important value in the يعني society. Also silos of healthcare system. تعرف شو يعني silos؟ يعني صوامع. اوكي, فيعني بيحكي لنا انه عندنا مثلا شركات التامين, عندنا وعندنا الهيلث كير بروفايدرز اللي متحكمين بالسوق, وعندنا شركات التامين, او عندنا مثلا ممكن يكون عندنا اللي عندهم مثلا قوه شرائيه, سلاسل الصيدليات الكبيره, وات ايفر, هذول عم بتحكموا بالماركت. فبتلاقي انه الناس اللي اصغر شويه, او الناس اللي يعني ما عندهم سيم باور, بيضيعوا بين هدول. اوكي, decision about medication of a focus on containing costs instead of improving the overall health quality and values. صح, يعني انه بصيروا يحكوا انه مثلا شركات التأمين مش همها كتير انه بالنهاية انه المريض يتحسن وحياته تصير حلوة والكواليتي اوف لايف له تصير ممتازة, همهم انه المريض ما يكلفهم, وبالتالي يحصلوا اكبر بروفيت. لهيك عندهم دائما أدوية تنصرف, أدوية ما بتنصرف, الدكاترة بتروح عندهم, دكاترة ما بتروح عندهم, التأمين بغطيك لحد هذا المبلغ, ما بغطيك أكثر من هيك. فبتحسي إنه دائما هدفهم الكوست rather than الـ overall health والكواليتي. Also الـ pharmacist shortages, however إنه إحنا يعني we don't have يعني struggle to provide basic dispensing services. إحنا ما عنا shortages, عنا pharmacist, يعني حجم الشغل كتير, بس اللهم إنه لأنه هدفنا دائما containing cost, بنوظف أقل عدد ممكن من الصيادلة. يعني أنتوا بتروحوا على مستشفيات تشوفوا الصيادلة المسؤولة عن عملية dispensing, عددهم لا يتلائم مع عدد ال workload. however إنه إحنا عنا كتير خريجين صيدلة موجود عنا. ال pharmacist shortages هذا اللي خلاه أكتر بنطبق على ال US. عندهم كان pharmacist shortages في فترة معينة, لكن خلال 3 4 سنوات الماضية صار عندهم إشباع بالسوق. فهاي اللي يعني مش it's not a big problem, it's mainly the other way around, إنه إحنا عنا خريجين كتير, however we don't employ them, يعني hire them, لأنه إحنا بدنا contain the cost وما بدنا ندفع رواتب. هذا اللي عم بصير فعليا في الواقع. هلا ال conclusion كلها حكيناها, يعني read it and إنه make sure that you understand every point in the conclusion. خلينا نروح نحكي على ال 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 topic اللي إحنا بدنا اليوم نشرح عنه, واللي هو الimportant marketing concepts. اوكي, السلايدات الجديدة بينت عندكم؟ لا دكتورة, بس بين عندنا اللينك تبعتين. هلا مين بعت لك؟ لا بشيء, لا اللينك اللي على الاي-learning تبع التيمز, بس لانه السلايدات الجديدة ما نزلت. صحيح, سوري اني انا ما نزلتها. طيب اذا بدكم انا هلا بنزلكم اياها, حتى إذا أنتوا بدكم تتابعوا معي خليني أنزل لكم إياها. أوكي, سوري إنه أنا ما خطر على بالي, يعني كنت قاعدة على اللابتوب. فأحيانا لأنه الإشي اللي أنت بتشتغله عبارة عن multiple steps, وبتشتغل أكثر من شغلة ولا أكثر من مادة وهيك, ف sometimes you miss things. أوكي, pharmaceutical marketing and أوكي, انتوا شايفين شاشة الـ e-learning اللي عندي؟ yes. هذا عشان نشوف البروسيس لما انا اكون اعمل لكم. وفعلا متعب البروسيس هاي الفصل دكتورة, وحاولنا انه نوصل صوتنا بانه المفروض نعمل جروبات لانه كثير افضل من لينكات. هو صعب علينا كلنا والله. انا شكله هذا الابروش لهذا الفصل اللي بدهم يعتمدوه شكله. يعني هو بشكل عام إحنا يعني we do things it's more than when we what we do in real life, يعني face, زي ما بيحكوا التعليم الوجاهي.
شكله الظاهر النت عندي شوية بطيء. أنا بدي نحمل كل البي دي اف حتى إنه أنتم تتابعوا، اللي حاب فيكم يتابع. هلا حتلاقوها موجودة عندكم، أوكي؟ بال all sections. أوكي، خلينا هلا نرجع على السلايدز. When you're ready إنه أنتم فتحتوا السلايدز احكوا لي، حتى أنا ما بديش يعني أضيع عليكم الحكي. يعني ما نحكي عن ال introduction هنا، ما نحكي define marketing terms and ideas that every pharmacist should know. يعني نحكي عن بعض الترمينولوجيز اللي أنت كصيدلاني لازم تكون عارفها، بحيث إنه لما تيجي تروح على يعني تشتغل في المجال، تتعامل مع مانجرز، تتعامل مع ماركترز، تتعامل مع بمجال الدعاية الصيدلانية، تكون عارف إيش هاي الكونسبتس، أوكي؟ فأول إشي بدنا نعرف البرودكت. البرودكت زي ما حكينا وهو سواء كان يعني tangible or not tangible. يعني ممكن إنه التعريف العام للبرودكت is a tangible object that is sold for and bought with money. يعني أنا بدي أشتري مثلا قطعة ملابس، بشتريها بدفع مقابلها money. However, the marketers define إنه anything of value that can be exchanged to satisfy a need or want. يعني مش شرط يكون tangible، ممكن زي ما حكينا يكون non-tangible زي service، ممكن activity، ممكن person itself، place. أنا ممكن أشتري أستأجر مكان لأنه أنا بدي المكان لأعمل activity أو بدي أعمل. فإذا هو مش شرط يكون product tangible product، ممكن يكون informations، ممكن يكون ideas، ممكن تكون concepts. هاي الأشياء ممكن إحنا تكون a product، okay؟ ف the way the pharmacists define their product shifts their priorities and actions. يعني أنا بدي أعرف ال product، أنا هل ال product فقط عندي ال medication، يعني أنا بدي أوفر medication لل patients، ولا ال products اللي عندي أنا بدي أوفر ال medication مع أعطي counseling لل patients و information، وانا البرودكت عندي انه انا بدي اعطي البروبر ميديكيشنز مع السيرفيس المناسبه لإله، حتى بالنهايه تو تو يعني اتشيف البيتر هيلث اوف ذا بيشنز اند ذا سوسايتي. فهنا بتخلينا انه انت لما تعرف البرودكت اللي انت بدك تقدمه shapes your priority and actions. ليش؟ لأنه أنا إذا بس البرودكت همي دائما أعبي الصيدلية medications ومش هام ومش هاممني وإني أصرف أدوية وأبيع. همي services لا، ممكن أنا بتطلع على quality، بحط صيادلة مؤهلين، صيادلة يعني مثلا بيعرفوا أكتر بالثيرابي، مثلا عندهم فارم دي ديجري أو عندهم كلينيكال فارماسي ديجري لأنهم هم they have more information than الناس، أو عندهم training special trainings etc. فهنا أنا بصير أنا it's يعني shapes my actions and the priorities، أوكي؟ في بمصطلح البرودكت في عنا إشي اسمه total product concept. total product concept هو عبارة عن هاي الشكل، إنه بحكينا البرودكت بتقسم زي كيف، يعني زي ما بنحكي عن البيضة إنه عنا الصفار عنا البياض عنا الشل، نفس الإشي هاي هي عبارة عن البرودكت بتكون من هاي الكومبوننتس كلها، فهي بنحكي لها total product concept. يعني إحنا لما نيجي على نحكي عن الدواء بنحكي الدواء هو البرودكت. however الدواء there are يعني more يعني details يعني surround ال tangible product itself. ففي عنا ثلاث أشياء، عنا اللي بال center نحكي لها core product، اللي حوالين center نحكي ال expected product، وال outer shell هي ال augmented product. أوكي، فعنا ثلاث مصطلحات core product, expected product, augmented product.
أوكي، فهلا بدنا نشرح واحد واحد. ثلاث نقاط هذول تحكينا عن core product, expected product و augmented product. أوكي، core product هو عبارة عن ال benefit resulting from the bundle of tangible goods, information and services. يعني أنا لما بدي أعطي medication لل hypertension، أنا إيش بدي medication يكون يعملنا؟ شو ال benefit اللي بدنا إياه من ال anti hypertensive medication؟ decrease blood pressure. decrease the blood pressure, control the patient hypertension، صح ولا لا؟ decrease the blood pressure. فهاي هي الـ benefit، الـ outcome اللي بنطلع عليها. نفس الإشي بدنا الـ patients اللي عم باخد oral hypoglycemic agents، بدنا إحنا الـ HbA1c يعني to be controlled. patients عم باخد antibiotic، بدنا إنه الـ infection يروح، الـ symptoms، الحرارة تقل، الـ white BC تقل، whatever. فإحنا بنطلع على الـ benefit اللي resulting from the using الـ goods الـ information service. ممكن أنا أعطي information للمريض والمريض يتبع هاي الـ information وبالتالي يتحسن. فإذا هي عملية الـ outcome اللي إحنا بنحصلها. أوكي، it's the outcome أو benefit resulting from the bundle of the tangible goods, informations and services. information and services. أوكي، زي ما حكينا improved the quality of life, improved the blood pressure readings, HbA1c, whatever. expected product هو what consumer to expect، يعني expect to receive. sorry، ممكن أنا قاعد بحكي إنه بدي أعطيه دواء للهايبرتنشن، ال consumer expect إنه to receive anti hypertensive drug correctly labeled. إحنا عنا الليبلينج أكتر بيصير بالمستشفيات، بتلاحظوا على اسم المريض وقديش الجرعة و بالصيدليات للأسف ما عنا كتير الليبلينج سيستم، يعني بس إحنا بنكتب على الدواء نفسه إنه هذا يستخدم هيك بهيك وهيك. لكن برا في الصيدليات بالكوميونتي فارماسي they print الليبل مع اسم المريض، مع الدايركشنز، مع كل إشي، مع الإكسبايري ديت إتسترا، مع سبيشال إنستركشن بتنحط على علبة الدواء. وكمان expect to receive his medication or her medication reasonable time، يعني أنا مش قاعد أستنى ساعتين ثلاثة حتى ينصرف للدواء، يعني أنا بدي ينصرف للدواء بالطريقة الصح اللي أنا لازم يكون أخده، مع يكون تعليمات عليه واضحة بوقت مناسب. High levels of pharmacy services have trained patients to expect more. هلا بحكينا إنه الصيادلي عندنا دائما بيقدموا هاي services بأحسن وجه وبأكمل وجه، صار ال patients يحاس يعني يحكي إنه هذا it's not enough، يعني إنه أنا آخذ دواي وآخذ ال expected، صاروا رفع سقف التوقعات عندهم، لأنه دائما الصيادلي يعني بشكل عام تدخل على صيدلية ما في حدا ما بيعمل هذا الإشي، ما بحكي للمريض إنه هذا لازم تستخدمه هيك هيك ويشرح له يعني أو يعطيها بوقت مناسب، يعني ما في ناس بتستنى ساعتين وثلاثة لتاخذ دواها. فصارت الـ patients raise their level of expectation، فهو الـ expected product يعني إيش المريض متوقع إنه يحصل. هلا بيجي الإشي المميز أكتر اللي هو الـ augmented product. الـ augmented product هي عبارة الـ bundle of the tangible products, info and services that exceeds customer expectation. يعني أنا ممكن أعطيه tangible product، ممكن أعطيه مثلا هدية، ممكن أعطيه sample موجودة عندي، أو ممكن أعطيه counseling extensive counseling، ممكن أعطيه إنه patient أجي أخذ يأخذ دواء للضغط وأحكي له إذا أنت عندك ضغط شو رأيك أفحص لك ضغطك وأشوفك، أو إنه شو رأيك أصير أتابع لك ضغطك كل فترة وفترة حتى نشوف إنه أنت عم بيتحسن الضغط عندك. ممكن انه ممكن ابعث لك، يصير يبعثوا للمريض مسجات انه انت دواك شهري، ومثلا قبل يومين من تاريخ الريفيلينج يبعثوا له مسج انه بالتذكير انه عندك خلال يومين انه لازم تيجي تعمل ريفيل للميديكيشنز. في كمان برا صيدليات ممكن انه يبعثوا الدواء عن طريق البريد او عن طريق الدليفري أو drive through windows whatever. فهي تعتبر augmented product، هي إشي إضافي exceed the patient's expectations. also called differentiating product. ليش اسمها differentiating product؟
شو ليش تتوقع اسمها differentiating product؟ هلا احكي لكم ليش تتوقعوا. هلا الكور برودكت والاكسبكتد برودكت اي صيدليه بيقدر يعملها، اي حدا بيقدر يعمله. يعني انا دواء لعلاج الضغط اكيد بده كنترول البلد بريشر، فهو اتس ذا بنفيت. اي حدا زي ما حكينا كل الصيادله مدربين انه يكتبوا للمريض اسم الدواء ويختاروا له اسم الدواء الصح ويعطوه اياه بالطريقه الصح اتسترا. فهاي هنا يعني كل ما في صيدليه الا بتعمل هاي الامور. هلا differentiation أو differentiating product هي اللي بتميز يعني service provider عن service provider. يعني بعض الصيادلة لا ما بيعملوا مثلا blood pressure monitoring، بعض الصيدليات ما في صيدليات مميزات هم الوحيدين اللي يعني مثلا بيكون عندهم information المريض وبيبعثوا له refill reminder. مش كل الصيدليات عندها drive through، يعني أول ما إجت pharmacy طلب عملوا درايف ثرو فارماسي وانه ديليفري واتسترا. هاويفر يعني هاي انه صار عليها شويه قصص فالتغت هاي الاشي، لانه احنا مش عادل يكون عندنا في مجال الكومبيتيشن عندنا في الاردن انه ينعمل بهاي الطريقه. اوكي، في كمان انه عندنا انه اوكي في عنا كمان إنه ال مش كل الصيدليات مثلاً بتعمل كونسلينج مظبوط أو إنه بتساعد المريض إنه يعمل سموكينج سيسيشن. على سيرة سموكينج سيسيشن، قبل امبارح زميلتي بمستشفى المفرق فاتحين عيادة سموكينج سيسيشن، عيادة الإقلاع عن التدخين، فكتير عجبتني الفكرة. يعني بجوز قبل هالمرة حكيت لكم إنه ممكن الصيادلة يشتغلوا هذا الشغل، فهيو في عنا صارت عيادة الإقلاع عن التدخين في مستشفى المفرق الحكومي على ما أعتقد. ف يعني I was happy to يعني to see that. okay، فمش كل الناس اللي بيعملوا هذا الشيء، فهنا هاي بتميز يعني سيرفيس بروفايدر عن سيرفيس بروفايدر. اوكي، فهيك اسمها ديفرنشيشن. وهنا على هذا الاساس الناس هم دي كومبيت بيست على الاوجمنتد برودكت. كيف صيدليه بدها تتميز عن صيدليه؟ بطبيعه الاوجمنتد برودكت اللي بتقدمها. اوكي، فمن هنا بصير التنافس، لانه البرودكت والكور برودكت والاكسبكتد برودكت مفروض يكون عند كل الصيدليات، عند كل الفارماسيست اللي بروفايد السيرفيسز. هاويفر الاوجمنتد برودكت هو اللي بيميز سيرفيس بروفايدر عن سيرفيس بروفايدر، ودي كومبيت بيست اون ذيس اوجمنتد برودكت. اوكي، واضحه الفكره هنا؟ واضحه دكتوره. بس اجاني اتصال عندي كويز فبدي اشوف ابعت لهم مسج، متاسفه. طلاب التدريب بدي أبعت voice message فبدي أعمل mute لحالي. أوكي، لل preceptors. اوكي سوري، يعني بس لانه كان بدور على قاعه وقبل شوي حجزت لهم قاعه، نسيت اخبرهم باني قاعه حجزت لهم اياها. ف اوكي خلينا نكمل. فهلا بدنا نكمل على الشيء الثاني بعد البرودكت هو الماركت. لو نيجي نسال الافريج بيرسون شو يعني الماركت، او بيحكي لنا هي المكان اللي البائع والمشتري بيلتقوا حتى يصير عملية الاكسشينج. اوكي، هاويفر لو نسأل هذا السؤال، يعني هم يتركزوا انها تكون فيزيكال، زي لما سألناهم على البرودكت حكوا هو تانجبل البرودكت. اوكي، نفس الشيء بحالة البرودكت، بحالة الماركت. لو سألنا الماركترز شو يعني الماركت، they will say it's a set of all individuals and organizations who are actual and potential buyers of a product or services. هم عبارة عن الناس
اللي أو organizations اللي ممكن يكونوا actual or potential buyers for product and services. يعني مش شرط يكون المكان، أي حدا ممكن يصير يشتري البرودكت هذا بنعتبره الماركت. فيعني ممكن أنا الماركت يعتبر على الأونلاين، ممكن يعتبر الماركت ماركتس على بسبب لما نستخدم الإيميلز، فهم الأشخاص أكثر من ما هو المكان. أوكي، فالماركت حسب الماركترز بنقسم لأشياء. إذا أنت لاحظتوا actual buyers الناس اللي they are currently consuming the product، وهذا هو يعتبر الماركتر. في عندنا كمان ال potential buyers. ال potential buyers الناس اللي ممكن إنهم نتوقع إنهم ممكن يشتروا البرودكت. هدول ال potential buyers عادة لهم صفات. أول إشي عندهم have or unrealized interest، يعني okay have a real or unrealized interest. يعني في ناس يعني زي مثلا مريض السكري، ممكن مريض السكري عارف انه عنده سكري وعم بيستخدم الميديكيشن. في مريضين سكري they are still undiagnosed او diagnosed وما عم بيستخدموا الميديكيشن، فهذول يعتبروا potential buyers. وكمان have the means to acquire a product، يعني انا ما عندي مريض سكري، المريض السكري اللي تشخص عم باخذ الدواء actual buyer. المريض اللي ما تشخص او تشخص ما عم بيستخدم الدواء هو يعتبر potential buyers. بنفس الوقت لازم يكون عنده مثلا تأمين صحي حتى يشتري الميديكيشن، او عنده enough money حتى يشتري our medication. فعنده means or resources to acquire the product. So it has the means and resources to acquire a product. وhave a real or unrealized interest toward our product. بهاي الحالة إحنا بنحكي عنهم إيش؟ potential buyers. وضحت الصورة؟ وضحت؟ يس دكتورة واضحة. أوكي. هلا في الكتاب معطيكو example على كيف we determine the market. How we determine the market. بحكي لنا في عنا example show company salesman. في عنا شركة شو أو شوز بدها تشتري، بدها تسوق لأحذية عندها، فبعتت السيلز بيرسون عندها سيلزمان على جزيرة. بالجزيرة لما راح يتسوق للأحذية لقى إنه الناس كلها بيمشوا على الشط حافيين، فبعت للشركة حكى لهم الناس متعودين يمشوا حافيين، أنا ما رح أقدر أبيع البرودكت. فراحت الشركة رجعته وبعتت يعني زي ما بيحكوا لها الأيس سيلزمان، يعني اللي أشطر واحد عندهم بالشركة. راح لما وصل هناك راح بعت للشركة كل الناس بيمشوا حافيين، فإحنا عنا يعني big potential market for us، يعني أنه شاف انهم عم بيمشوا يعني without shoes it's an opportunity وانه he will convince them to buy them. اوكي، فبتختلف كيف احنا منعرف الماركت تاعنا. فلهيك هو شاف potential for a trade فشاف it's a big market. فهون اجت الجمله عندكم when there is a يعني potential for trade there is a market. اوكي، فاحنا دائما نطلع على نصف الكاس المليان ونشوف انه احنا الناس ما عم بيستخدموا، انا راح اقنعهم يستخدموا. مش بحكي والله الناس ما عم بيستخدموا فخلص they are we don't have market، لا بالعكس، لانهم potential buyers they are not using the product they are not using any product they are a potential market. okay حكينا ال actual market اللي هم they are actually consume the product. ال potential market زي ما حكينا انه anyone might use the medicine، يعني they are not using they have a potential to use the medication اللي عندنا. في عنا within the potential market في عنا إشي اسمه actual market وعنا target market. ال potential market بمجال الصيدلاني هنا بنحكي people consume the products or the services، وفي عنا target market اللي الناس اللي هم most attractive to the marketers وإحنا بدنا إياهم يستخدموا the product. okay
فالبيبل هو كونسيومرز البرودكت اور سيرفيسز، احنا بدنا دائما نشتغل عليهم لانه وي ونت تو كيب ذيم يوزينج اور برودكت. اوكي، ويعني مريض الضغط اخذ دواء ضغط، فاحنا شو بضمننا انه الشهر الجاي رح يرد ياخذ السام المنتج اللي عندنا، فاحنا دائما بدنا نحاول، او مريض اشترى من عندنا دواء ضغط كيف بدنا اياه يرد يرجع عندنا مره ثانيه وثالثه ورابعه. هذا هيز ان اكشوال يوزر. اوكي، هاوفر وي نيد تو اولسو يعني ورك ان ماركتنج يعني عليهم. والتارجت ماركت انه مريض ضغط مثلا اجى اشترى من عنا ريفانين، بس احنا عارفين انه مريض ضغط، فبنحاول نشتغل بيلد ريليشن شيب معه حتى انه يكونسيدر اس فور تيك يعني باينج هيز كرونيك ميديكيشن. فممكن هاي يعتبر انه تارجت ماركت. زي هون بنحكي عنا التوتال بابيوليشن، عنا البوتنشال كاستمر، وهون عنا التارجت كاستمر والاكشوال كاستمر. التارجت كاستمر از يعني is smaller than the potential customers. خلينا نكمل بالحكي عن الـ actual market. الـ actual market بيعتمد على عدة عوامل: level of interest, necessary resourcing, and willingness to pay. We need to have these three things together. يعني إذا إحنا عنا level، عنا الـ interest level عالي، عنا necessary resources. طب إذا عندنا الليفل عالي وعندنا necessary resources وما عندنا willingness to pay، إذا هذا الكاستمر مش actual customer لأنه ما عم بيشتري البرودكت تاعتنا. عندنا necessary resources willingness to pay بس ما في عندنا interest بالماركت بالبرودكت تاعنا، إذا هو it's not an actual market. So we need to have these three things. هل حتى الفارماسيوتيكال كومباني كير اتشيف اتس بوتنشال ماركت؟ بدنا ثلاث شغلات. اول شيء وي ايدنتيفاي البيبل هو مايت بينيفيت، اذا هو مين اللي تعريفنا البوتنشال ماركت اللي هو مايت بينيفيت فروم فارماسيوتيكال كير، اذا هم وي هاف تو ايدنتيفاي البوتنشال ماركت، اذا البيج بيكتشر البوتنشال ماركت. بعدين بدنا نشتغل على التارجت ماركت. التارجت ماركت الناس اللي هم عندهم البوتنشال ان ذا بوتنشال ماركت وذي ار موست اتراكتيف للاور كومباني او للفارماسيوتيكال كير. وي هاف تو ايدنتيفاي ان اتراكتد تارجت ماركت. اوكي، مش اتراكت ايدنتيفاي ان اتراكتد بوتنشال ماركت اور الاكشوال ماركت. وي هاف تو ايدنتيفاي ان اتراكتد تارجت ماركت. بعدين الكاستمرز اللي لقينا عندهم الليفل اوف انترست عالي، عندهم الناس الاتراكتيف والنيسيسري ريسورسز عالي، they are willingness to pay. هلا الناس هدول بصيروا actual market. فال actual market الناس هم they are using our product. So we have to serve those customers who have sufficient interest and resources to pay for. هدول هم ال actual market. فحتى to achieve the potential market we have to identify potential market, identify and attract the target market, then we have to serve the actual market. Okay. هلا نروح على إشي أشمل من ال يعني إشي مصطلح ثالث اللي هو اسمه marketing mix أو market mix. market mix هو خلينا نشوف ده شوية. Okay. نكون خلصنا الماركت ميكس. اوكي بنخلصه. الماركت ميكس هي عباره عن actions that can be taken by marketers to attract and keep customers. اوكي، في عندنا الماركت ميكس known as 4 Bs. هدول ال 4 Bs اسمهم البرودكت، البرايس، بليس، البروموشن. انا دائما بميز يعني بشبه الماركت ميكس بانت عندك خلطه بدك ingredients بدك تعمل طبخة. الطبخة مكونة من البرودكت، البرايس، البليس، البروموشن. اوكي، انا شو ما بغير على البرودكت، ممكن مثلا احكي البروتينات، ممكن احكي البرايس مثلا اللحوم او البروتينات، ممكن احكي هون الكربوهيدرات، هون بدي احكي عن الخضار والفواكه اللي بدي استخدمها، هون بدي احكي البهارات. بتغيير الطبيعة اللي موجودة من كل واحد بحصل على نهاية final product
بيختلف عن الثاني بسبب انا غيرت، مره ممكن احط دجاج، مره احط لحمه، مره احط فيها خضار اكثر، هون ما احطش فيها خضار، هون اشتغل اكثر على اعملها بطريقه اعدادها، انه احط بهارات ما احطش بهارات، اعملها سخنه اعملها بارده وات ايفر. فهون انا لما عملت الكومبوننت لها غيرت فيها، طلعت بالنهايه بفاينل يعني ميزني عن الثاني، اوكي، ميز كل اند ريزلت عن الثاني. فهاي هي اسمها الماركت ميكس. انا بستخدم هاي الماركت ميكس كومبيت وذ ايتش اذر باي اوفرينج سام كومبينيشن اوف ذا فارميز. يعني انا لما صيدليه تميز عن صيدليه، ممكن بتميز عن صيدليه بوجود المكان، ممكن بطبيعه الخدمه اللي بتقدمها البرودكت، ممكن بالاسعار، اوكي، مع انه احنا عندنا الاسعار ثابته لكن برا عندهم الاسعار معومه، فكيف الاسعار بتتميز عن بعض، اوكي، او نفس الدواء او نفس ممكن نطلع على سنجل برودكت، يعني مثلا عندنا دواء موجود منه براند وموجود منه جينيريك، they are have the same active ingredient however the price للبراند اعلى من البرايس للثاني. ممكن البراند موجود ببعض الصيدليات او براند موجود باماكن معينه، الجينيريك موجود بكل الصيدليات. البروموشن ممكن احنا ما عندنا البروموشن مش كتير مسموح، ممكن تعاون البراند بيشتغلوا اكثر على الفيزيشنز حتى انهم يوصفوا لهم اياه لانه سعره عالي فبدهم يجي الطلب على دواهم عن طريق الفيزيشنز. الجينيريك ما بيعملوا البروموشن لانه موجود بالصيدليه سعره قليل، فالناس ممكن انه يجوا عليه لانه بسبب سعره مش لانه انعمل له بروموشن. فهون كيف احنا بنحكي عن ماركتينج ميكس، هذا اللي بيميز بزنس عن بزنس، برودكت عن برودكت، انه كيف احنا بنعمل الميكس من الفور بيز بطريقه ما حتى انه نطلع بفاينل اوفر بيختلف من كومبيتيتورز لكومبيتيتورز. وضحت الصوره كيف يعني الماركتينج ميكس؟ اوكي، فهون في عندنا اكزامبلز على كيف انه ممكن نستخدم ماركتينج ميكس، اكزامبل على برودكت، اكزامبل على برايس، اكزامبل على بروموشن، اكزامبل على بليس، مش راح اروح فيهم ان ديتيلز، اقراوهم انتو. واذا اجى بالامتحان سؤال مثلا احكي لكم مثلا ديزيز مانجمنت سيرفيس هو عباره اكزامبل على برودكت، ولا مثلا الكونفينينت لوكيشن اند باركينج هو يعتبر بليس يعني كرايتيريا او اليمنت، او مثلا البيرسونال سيلينج هو يعتبر مثال على البروموشن ولا البرايس ولا البليس ولا البرودكت وات ايفر. هون ممكن انه يجيكم يعني لو حكيتهم هي اللهم راح تكون تعداد، فلهيك راح اتركها لكم انكم تقرؤوها. اوكي، نيجي على الماركتينج ميكس. الفور بيسك ماركتينج ميكس الفور بيز زي ما هو متعارف فيها هي عباره عن البرودكت بليس برايس بيبل. However, marketers expanded the 4 B's to 7 B's. يعني صار عندنا 3 extra B's. اللي هي sorry, the people بالإكسترا promotion بالبيسك 4 B's. ضافوا البيبل، ضافوا البروسيس، ضافوا الفيزيكال انفايرمنت. الاليمنتس من الفيزيكال انفايرمنت منها مثلا سمارت، الكومفورت، الفاسيلتيز تكون مجهزه للفيزيكال انفايرمنت، مثلا البروسيس انه تكون انها ايزي جوينج بروسيس، السيرفيس كيف بتصير عمليه السيرفيس للكونسيومرز اتسترا. البيبل ممكن يكون عندنا الامبلويز والامبلويرز او المانجمنت، الكالتشر اللي اوف ورك اللي موجوده عندنا بالبيبل، الكاستمر سيرفيس بيرسونال، كل هاي تعتبر عباره عن بيبل. فكمان هنا نفس الشيء اقراوا الاليمنتس اللي موجوده تحت كل بي، اوكي، او الامثله اللي عليهم. هلا نرجع نكمل على الماركت ميكس. حكينا احنا انه 4 بيز اللي هي البرودكت، البرايس، والبليس، والبروموشن. ضفنا عليها ثلاثة فيزيكال انفايرمنت، وضفنا عليها البيبل، وضفنا عليها البروسيس. في كمان اديشنال بي انضافت للماركتينج ميكس، هي ما بنحكي لها انها يعني 7 بيز او شيء، هي سابرت بي.
هاي البي كولد بوزيشننج. البوزيشننج مصطلح كتير مهم بمجال الصيدلانية، أوكي، وبمجال الماركتينج. أنا بوزيشننج أنتو من اسمها أنا بدي أعمل إشي create a position, okay? فIt refers to the development of a favorable image in the minds of customers. أنا بدي أبني favorable image about me, my product, my services in the minds of customers. وهذا اللي بيشتغلوا دائما بالتسويق، إنه أنا بدي الناس بصير يحكوا لما يشتغلوا دعاية تسويقية، أنا بدي الناس لما يطلعوا على البرودكت تبعي يطلعوا إنه هو it's of high quality، إنه هذا أو البرودكت تاعي إنه very accessible و friendly product، إنه of low cost however it's efficient. يعني إيش الإيمج اللي أنا بدي أحطها ببال الكاستومرز، أوكي؟ high positioning of a product in the mind of customer is determined by virtually anything the customer sees. يعني زي ما حكيت لكم، انا لما بدي الناس لما تطلع على برودكت تاعتي تفكر هيك، او لما تسمع عن البرودكت تاعتي تفكر بهاي الطريقه. ممكن smells, taste and touches، يعني انه لما انتم بتمروا عند محل مخبوزات بتشموا ريحة المخبوزات، بتذكركم في البيت، بتذكركم في الفطور، أو بتذكركم في إنه برائحة مثلاً الأسرة أو كذا. ممكن إنه لما تشموا القهوة تفكروا بريحة القهوة تعطيكم شعور معين، إنه أنا والله ريحة القهوة مثلاً الانتعاش، إنه الحب whatever. فيعني هي كيف انه لما تشموا اشي تسمعوا اشي تربطوها يعني بعقلكم بصورة معينة لكم. فهاي هي عملية البوزيشنينج، وهاي اللي اصلا بيشتغلوا عليها كمان بالماركتينج. يعني انتوا لما تروحوا على برا، لو يعني ان شاء الله تروحوا وتسافروا، انه لما تروحوا على مثلا بموسم الاعياد عندهم بتلاقي كل المولات حاطة موسيقى الاعياد، بتحسي انه خلاص روح العيد موجودة، بتحسي روح الاسرة، روح الاحتفال. فبخليك بيخلقوا عندك مود معين انك تدخل بهاي المود، فبتصير بدك تشتري للاعياد، بدك تصير تشتري للإشي اللي مرتبط فيه. فهاي هي عملية البوزيشنينج، كيف إنهم ممكن يأثروا عليك بالرائحة، يأثروا عليك بالموسيقى، يأثروا عليك بالأشياء اللي بتسمعها، الأشياء اللي بتشوفها، بحيث إنه أنت تخلق حالة ذهنية معينة عندك تخليك، وهاي الحالة تكون favorable. أوكي، وضحت شو يعني بوزيشنينج؟ واضحة؟ بس دكتورة نفس في مصطلح شائع بتسويق اللي هو السيلف ايمج، البوزيشنينج از سيم از سيلف ايمج، انه الصوره اللي بخلقها البرودكت في وعي الكاستمر. ايوه هي اكيد هي هاو تو ديفلوب ذس ايمج، عرفت كيف؟ البوزيشنينج هو مش انه هم شو عم بيعملوا حتى ديفلوب ذس ايمج، عرفت كيف؟ يعني كيف عم بيعملوا بروموشن، كيف عم بيعملوا خلطة الماركتينج ميكس من برايس، من بروموشن، من بيبل، من بليس، من اتسترا، حتى انه يحطوا بمخك بعقلية الانسان سيرتن ايمج. هاي هي السيلف ايمج. تمام. الحمد لله. حياكم الله. اهلكم الله يصلح بالكم. كمان هسه. الحمد لله. فهاي هي عملية البوزيشنينج، صح؟ هي عملية إنه كيف أعمل إيمج، أوكي؟ فهي فعلياً إنه they use the marketing mix حتى to create this image عن طريق إشي بيحكوا له البوزيشنينج، أوكي؟ يعني هم بيحكوا أنا والله بدي أسعر المنتج بطريقة الكوست يكون إله قليل، بحيث إنه الناس لما تفكر المنتج تحكي والله هذا المنتج accessible أنا بدي أشتري. بدي أعمل له بروموشن بطريقة ما، بحيث إنه الناس لما يصيروا يشوفوا اللوجو تاعي أو يشوفوا البرودكت أو يشوفوا يربطوه بالبرودكت تاعي، وإنهم يفكروا في البرودكت تاعي. بدي أنا أحطه
بهاي الأماكن، مثلا بدي أعمل له بروشورات أو بدي أعمل له أرمات بهاي المناطق، أو لما على الصيدلية بطريقة إنه لما يدخل الكاستمر ويطلع على كيف أنا عامل له بروموشن، وإنه مين أنا مستخدم حتى في البروموشن. يعني ممكن إنه طريقة إنه أنا بدي أستخدم فيميل في البروموشن حتى الفيميل لما تطلع عليه ريليت لإله. اوكي كيف انه يعني عرفتي كيف انه انا بدي احط هاي انه البرودكت احط فيها صورة ام معها اطفالها، لانه انا بدي الام اللي معها عندها متزوجة وعندها اطفال وكذا هي انه يعني زي تفكر تحط حالها محل اللي بالصورة، وانه they she relates to this، يعني الفيميل المذر اللي موجوده بال شو بنحكي عنهم هدول الستاندز اللي موجودين بالصيدليه وتفر، حتى انها تتصور حالها محلها وانه تصير تشتري البرودكت تاعنا. نفس الشيء باي شيء يعني بيستخدموه في الماركتينج ميكس، زي ما حكيت لكم بحطوا صوره نمطيه لكاستمر وبدهم هذا الكاستمر لما يشوف هاي الشيء انه يربطها فيه وياخذ ويكون فكر عنه. يعني مثلا ما احكي لكم مرسيدس، لما تشوفوا اللوجو تاع المرسيدس او تشوفوا البراند تاع المرسيدس هاي الدائره اللي فيها 3 خطوط، اوكي لما تشوفوها بتحكوا مرسيدس سياره قويه، سياره غاليه، سياره لكجيريوس هاي كواليتي. فاذا في عندكم ايمج، طب هم كيف كونوا هاي الايمج؟ كيف خلوها؟ لانهم اشتغلوا على البرودكت نفسه، البرودكت تاعهم، اشتغلوا على السعر. سيارات المرسيدس دائما غاليه، يعني هم دي البرايس از هاي، وبالتالي ربطنا احنا السعر العالي تاعهم بالكواليتي الهاي اللي هم عم بيعملوها. البليس وين هي موجوده، مش اي محلات بتبيع السيارات المرسيدس اتسترا، لازم تروحي على معارض كبيره كذا حتى تشتري المرسيدس. كيف عاملين لها بروموشن، يعني كيف بيعملوا دعاية المرسيدس، وكيف بتشوفي دعاياتها هيك بتكون دائما كرياتيف، او بتخيل دعايات. مره عملوا دراسه دعايات البي ام دبليو كرياتيف اكثر من مرسيدس. كيف انه مثلا عم يعني فهم بيشتغلوا على الماركتنج ميكس، حتى انه انا لما اشوف لوجو المرسيدس افكر بطريقه معينه. اوكي اشوف سياره المرسيدس نفس الشيء. فهون هاي هي عمليه البوزيشننج، هي هاو to develop a favorable image in the mind of customers. فهم الماركترز بيفكروا بكل النواحي. انا لما بدي اذا الاشي ممكن يكون بيكري اشي انه بدي اربطه برائحه باشياء، اذا كانت اشي بدي اياه انه to hear music معينه حتى انهم يربطوها بالاجواء العيد، وحتى انتم لما نكون عندنا الاعياد وبتصير تكبيرات وهيك بتحسي حالك دخلتي بمود العيد، بدك تشتري حلو، بدي اعمل قهوه ساده، بدي اشتري منتجات علاقة بالعيد. نفس الاشي هسا بعيد الام، هسا بتلاقيهم كل المحلات حاطين اغاني عن الام، وحاطين دي ديسبلاي البرودكتس وعليها انه كلمات انه عن الام وكوتس واشياء زي هيك، فانه الواحد صار عنده انه في هاي خلقوا حالة ذهنية معينة عند الكاستمر تخليهم انهم في they want their product and they want buy their product. اوكي هلا احنا حكينا عن البرودكت، حكينا عن الماركت او حكينا عن الماركتينج ميكس، بدنا نحكي على الكونسبت الثاني الكومبيتيتورز. الكومبيتيتورز راح ابلش فيها بس ما راح نخلصها، فلهيك راح امشي على هذا السلايد وهذا السلايد بريفلي وراح اعيدهم مره ثانيه في المحاضره الجاي. حكينا انه الفارماسيست ان they are in يعني in competitive environment، وحكينا they compete by themselves وباي اذرز هيلث كير بروفايدر. فالكومبيتيشن يعني شيء مصطلح كثير مهم في مجال الماركتينج، ولازم نفهم شو طبيعه الكومبيتيتورز ومين هم الكومبيتيتورز وشو التايبس تاعون الكومبيتيتورز. فبحكينا اتس رير فور فارماسيست تو هاف ا مونوبولي ان ذا ماركت. عمرك شفت حدا له مونوبولي في الماركت من مجال الصيدله؟ لا. ممكن يكون في مونوبولي، امتى مونوبولي بتكون؟ تتوقع انت في عنا اكزامبل على مونوبولي؟ فكروا من اقل شيء شو من برودكت لحد شركات الادويه، ايش ممكن يكون في عنا مونوبولي؟ الفاكسين.
الفاكسينز هسا مثلا بطلت مونوبولي، يعني ممكن هلا شفت قديش كم حدا طلع فاكسين، بس اول واحد طلع فاكسين هو يعني كان بالنهايه مونوبولي، ما طولوا. اوكي، هي البراند ميديكيشنز، الادويه اللي بتاخذ بيتنسي، يعني انا مثلا طلع عندي دواء جديد، صح مش صح، الدواء لما يطلع جديد له بيتنسي معينه، انه ما لازم حدا يعمل مثله فور يعني ليميتد 10 years. عادة هي 20 years من اختراع ال chemical identity أو okay, identification of the chemical يعني identity. however عملية إنه التصنيع والدراسات والتسجيل تاخذ وقت، بحيث انه فعليا انه الدواء بيضل في الماركت 10 سنوات. فعليا انا 10 سنوات انا حر حالي، ما حدا منافس لإلي. هون هاي الحالة تسمى مونوبولي. اوكي، فبعديها ببلش الاذر جينيركس تطلع على الماركت، والناس يعملوا نفس يستخدموا يعني كوبيز للميديكيشن او جينيريك للميديكيشن. اوكي، اول إشي حتى افهم انا مين منافسيني لازم افهم طبيعة الماركت تاعي. انا هل بشتغل الماركت تاعي، انا هل انا بهتم ب، هل انا ماركت اللي بحدده معتمد على البلايس تاعي، انه انا موجود بمنطقه مثلا منطقه ريفيه او منطقه معينه، وانه هدول هم الماركت تاعي، ولا انا بشتغل مثلا على كشركه انا الديزيز لاين اللي بشتغل عليها، البرودكتس لاين تشتغل على مرضى الهايبرتنشن ومرضى مثلا الديابيتس، ولا انا هل انا عياده بعتني بفقط مثلا وارفارين كلينيك. لازم انا، او انا برودكتس عباره عن بيتا بلوكر بنت على الهايبرتنشن، لازم اول إشي افهم طبيعتي انا، طبيعه الماركت تاعي انا، شو انا البرودكت اللي بقدمها، وشو الماركت اللي موجود عندي، مين البايرز اللي عندي، مين البوتنشال بايرز، مين الاكشوال بايرز، مين التارجت بايرز اتسترا. فبحدد الماركت اللي موجود عندي، بعدين بصير اطلع مين اللي بيقدم، اللي عنده كومبيت مي على ماي ماركت. اوكي، فانا لازم اول شيء حتى اقدر ايدنتيفاي الكومبيتيتورز، لازم اي هاف تو هاف ا كلير ديفينيشن اوف ماي اون ماركت. اوكي، ف هذا السلايد شويه يعني بصراحه اتس نوت ريليتد تو اس، بس كونه موجود بالسلايدات فاحنا يعني موجود عندكم بالكتاب، بس راح احكي ان الكوميونتي فارماسيست مايت سيرف از يعني تو دو بريسكربشن دراجز. موجود عندنا احنا الصيدليات بالكوميونتي فارماسي بيعطوا بريسكربشن دراج، بيعطوا كوزمتيك، بيعطوا كوزمتيك فوتوغرافيك. لا احنا مش موجود عندنا انه عم التصوير، خدمات التصوير عندنا، خدمات التصوير يعني موجوده برا بسي في اس والجرين. يعني انا لما كنت بدي اضطر اعمل صوره شخصيه اروح على هدول الصيدليات، او انه ممكن الناس كتير بيكونوا مصورين على تليفوناتهم على كاميراتهم بدهم يسحبوا صور، بيروحوا على سي في اس والجرينز وهاي الاشياء، او بابليكس او والمارت حتى انهم يسحبوا صور. كونفينينس فود ماركت كمان مش موجودة عندنا، موجودة عندهم. وماني اذرز زي ما حكينا، مثلا بيبي ستاف، البيبي كير، البادي كير، السلف كير اتسترا، كل هاي بتكون موجوده بالكوميونتي فارماسي. فانا بدي اعرف انه ايش طبيعه البرودكت اللي انا بقدمها ككوميونتي فارماسي، وبعدين اشوف مين الناس اللي ممكن انه ينافسوني. بدي احكي لكم نوعين واخلص. في عنا تو تايبس اوف كومبيتيتورز، عنا انترا تايب كومبيتيتور وانتر تايب كومبيتيتورز. المحاضره الجايه راح نميز بيناتهم، نشرح عنهم، نعطي اكزامبلز عليهم، ونكمل على الاذر يعني كونسبتس اللي هم الكاستمرز، ونعرف انواعها والكاستمر تشين والماركتنج تاسك. اوكي، كلها هاي عباره عن امبورتنت كونسبت لازم تكونوا عارفينها في مجال الماركتنج. لهنا بنخلص محاضرة اليوم. عندكم أي سؤال أي استفسار؟ خلينا شوية قبل participant. أوكي، يس أسير دكتورة، بس كنت أسأل إنه target market دائما بيكون smaller than potential market؟ لأنه هو عبارة جزء منه. أكيد هو طبعا هي يعني السؤال يعني بديهي زي ما بيحكوا، بس حاطينه بالكتاب. وصراحة السلايدات مش أنا اللي بالأصل عاملها،
فبدنا نمشي على كيف المادة بتنعطى. فموجود هذا السؤال، هو سؤال بديهي إنه تارجت ماركت هي أصغر من البوتنشال ماركت لأنها بارت منها يعني. أوكي تمام دكتور، شكرا. عفوا. أوكي، داونلود الأتندنس، وي ستوب الريكوردينج. أوكي.